طيب بالنسبه لك المرحله ديت و يعني عايز برضو اسمع منك، استقبلت خبر تصعيدك ازاي الفريق الاول؟ والله كابتن احمد تراك كلمني، لا ده كابتن احمد ابراهيم طبعا كلهم بالترتيب يعني فوق مع كابتن احمد بدري وفريق سليمان، كلموني بلغوني طبعا مش عايز اقول لك كنت مبسوط قد ايه بالخبر، وده حد يعني نجاح ليا طبعا ونجاح للفرقه ونجاح للناس اللي شغاله، كابتن احمد ابراهيم وكابتن احمد تراج وكابتن زكريا، الناس ما بيبخلوش علينا بحاجه وبيدونا شغل، لما بتطلع في الدرجه الاولى ما بتحسش باختلاف، انا بقول لك احنا بناخد شغل تحت نفس شغل الدرجه الاولى تقريبا. مصطفى انت كنت متوقعها؟ كنت متوقع؟ لا ما كنتش متوقع صراحه، ما كنتش بس متوقع، بيتمناها فاجأت يعني. على طول بيقول لنا ان في اقل من لحظه ممكن تلاقي حد في الدرجه الاولى، بس ما استبعدش حاجه. طيب بالنسبه لك اللعيبه استقبلتك ازاي في الفريق الاول وانت اول تمرينه تصعد معاها؟ والله احسن استقبال، ويمكن يعني انا عايز اعرف بس الاشاعات اللي بتقعد تقول اللي يعني كانت بتقول لك زمان ده بيستخدموا اللعيبه الصغيره الصغيره وبتاع، لا بالعكس فوق كل الكباتن الكبار بالعقد ده نفس الفرقه هم اللي بيستقبلوك. يعني مين اول واحد استقبلك؟ اللي قابلته في وشي كان محمد هاني، هو اصلا صاحبي يعني، لكن ما حدش مع يعني ما حدش خالص بيتعامل وحش، بالعكس هو بيعاملك كويس وبيعرفك فوق النظام ايه وبيقف جنبك، ولو احتجت حاجه كلهم على طول بيساعدوك، ما حدش بيبخل على حد بحاجه فوق يعني صراحه. طيب كابتن حسام البدري استقبلك ازاي؟ كابتن طارق سليمان، الجهاز الفني، كابتن احمد ايوب، كابتن سيد معوض. والله كلهم استقبال واحد، انا زي ما بقول لك انا يعني يعتبر اصغر واحد في المنظومه دي كلها، وبي يعني بملخص كلامه بيبقى ان هو ان يشد يعني اشد حيلي ونفس النظام برضه لزمايلي في الفرقه نشد حيلنا عشان كلنا نخدم النادي. نعم. طيب برضو عايز اسالك، انت ممكن تكون اول مره تتمرن على ملعب التتش، شعورك وانت داخل اوضه اللبس وانت داخل ملعب التمرين وانت دلوقتي جنبك يعني اقوى نجوم في افريقيا مش بس في مصر؟ طبعا عايزك توصف لي شعورك، لان اللي انت فيه ده حلم بالنسبه ليك. هو فعلا يعني بقول لك هو زي ما انت بتقول ايه، هو حلم انت فاهم، انت مره واحده بتلاقي نفسك جنب كابتن كبير زي كابتن محمد شناوي وكابتن علي لطفي وكابتن حسام غالي، الناس دي انت مره واحده اللي هو بتلاقي نفسك بتتصور معاهم، يعني زي ما انت بتقول هو احساس، بس ما انا للاسف ما اقدرش اوصفه لك لان هو انا بحس بيه جوايا فاهم، ان فخر باللي انا بتمرن مع الناس بتمرن في نادي كبير زي النادي الاهلي. طيب هل يعني حسيت ان التمرين مع الفريق الاول ادالك دفعه معنويه اكتر؟ حسيت ان انت مش عايز يعني مثلا عايز مش عايز تنزل تتمرن تاني تحت، عايز تكمل تمرين فوق؟ هو طبعا هو يعني انا زي ما قلت لك يا كابتن احمد سراج كابتن زكريا كابتن احمد ابراهيم، هدفهم الاول ان هم يطلعوا لعيبه للدرجه الاولى، يطلعوا لعيبه للنادي الاهلي في الدرجه الاولى، فانا طبعا ببقى عايز اطلع فوق، طبعا بحلم ما انزلش، بس في الاول وفي الاخر دي فرقتي لازم انزل اخدمها في الاول وفي الاخر، ده يعني اقصى مجهود عندي انزل اعمله عشان خاطر الفرقه دي، هي الفرقه دي هي السبب انها طلعتني. مصطفى وانت في التمرين حسيت مين في مهاجم النادي الاهلي طبعا الفريق الاول، حسيت ان هو خطر في اي وقت ممكن يجيب جول؟ والله كلهم، انا بس يمكن يعني اللي احتكيت بيه كان كابتن مروان محسن، هو مش هقول لك اختارهم الوحيد اللي احتكيت بيه، لكن كلهم هم لعيبه نادي الاهلي في الاول وفي الاخر لازم يكونوا على اعلى مستوى. نعم. فبدون استثناء يعني من اكبر واحد لغايه اصغر واحد فيهم احمد ياسر رايان، كلهم مهاجم يعني ناس لعيبه كويسه جدا ولعيبه خطيره، ممكن تتفاجئ باللي هم بيعملوه ما تتوقعش. نعم. هي دي مش لعيب النادي الاهلي عن غيره. مصطفى في جزء مهم يعني برضو انت والدك كابتن احمد شوبير حارس مونديالي وحارس من الحراس اللي حتى جيلي انا بالتحديد، كابتن شوبير كان بالنسبه لنا علامه في كره القدم في حراسه المرمى، فاكيد له دور مهم معاك، لان انت يعني حتى كنت بتكلم مع كابتن احمد بقول له مصطفى واحمد طارق سليمان عندهم مذاكره في البيت، فقول لي انت بتتعامل ازاي مع كابتن شوبير مش بقى كوالد، كقيمة كبيرة في حراسة المرمى، وكان ودايما بينصحك يقول لك ايه؟ هو كنصايح يعني بيكلمني كتير قوي عن حاجات طبعا هو مر بيها، لان زي ما انت بتقول هو حارس مونديالي وحارس طبعا كان زمان، فاكيد عنده خبرات كتير، وانا زمان بستفاد منه في حته ان هو ابويا ولي امري، بس بحاول استفاد منه في الناحيه الفنيه على قد ما اقدر، وطبعا كل اللي بيقوله بالنسبه لي بسمعه وبحطه في وداني كويس قوي، لان هو زي ما قلت كان حارس كبير وقيمه كبيره يعني. بيعنفك في 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 اوقات لما يكون مثلا مستواك مش قد كده؟ هو اصلا ما بيجيش يتفرج على الماتشات ولا بيجي، انا لما بيبقى معايا ماتشات او كده بوريها له، بس مش لدرجه التعنيف يعني، هو الصح صح والغلط غلط يعني، بنقعد ونتكلم مع بعض كله، لا عادي ما فيش تعنيف ما فيش الكلام ده. واكتر حاجه دايما بيقول لك اعملها ايه؟ يعني اكيد ليه نصيحه معاك دايما بيقولها لك
عشان طبعا في النفس. عشان تنجح يعني. هو طبعا اول نصيحه طبعا ان الواحد طبعا يكون قريب من ربنا، وتاني حاجه اهم حاجه في الملعب يكون عندك ثقه في نفسك، بعد كده تيجي كل حاجه. طول ما انت عندك ثقه في نفسك خلاص. طيب برضو بالنسبه للفرقه السنه دي في فريق 2000 في النادي الاهلي، عايز اعرف منك انتوا شايفين البطوله ازاي وعندكم منافسه قويه متصدرين بس بفارق الاهداف؟ احنا والله فاضل لنا ماتشين مع الفريقين المنافسين، فرقه المقاولين فرقه الزمالك، فرق كويسه طبعا، بس هي ان شاء الله البطوله بتاعتنا، واحنا كلنا متعهدين بخير كابتن احمد فراج، كلنا متعهدين ان احنا لازم نجيب البطوله دي للنادي الاهلي ان شاء الله. وانا برضو ارجع تاني اقول لك، انا بحب اقول الكلمه دي، ان احنا على طول احنا النادي الاهلي احنا اتربينا على كده، اتربينا على البطولات. احنا التعادل يعني احنا بالنسبه لنا ان احنا متصدرين فرق اهداف، ده بالنسبه لنا مش هدف. احنا لازم ان شاء الله الماتشين اللي جايين بنسعى ان احنا نكسبهم ان شاء الله ونجيب البطوله للنادي الاهلي. مصطفى شوبير حارس مرمى فريق 2000 في النادي الاهلي، بشكرك حبيبي، شكرا جزيلا.